هو مش سعيد كان هيتجوز بنتك فاطمه؟ ايه اللي جاب تخلم ليك؟ احنا بنتكلم في ايه دلوقتي وانت بتتكلمي في ايه؟ ايه ده؟ مين مليجي وتوخ دول؟ انت ليه بتغيري الموضوع؟ انا قصدي نشغله بجوازه ابنه سعيد. نشغل مين يا اختي؟ نشغل متولي. متولي ده يتجوز عياله كلهم ويتجوز معاهم في نفس اليوم كمان، وما فيش حاجه في الدنيا هتشغله ابدا. عندك حق، ما شاء الله عليه، داير كام محل، ولو ضاعت منه قصقوصه واحده يقول لك هي فين. بقول لكم ايه، خلاص ما عادش في وقت، انتوا معايا ولا اشوف حالي لوحدي؟ لا لا معاكي معاكي، بس قولي لي يعني انت تعرفي حد كويس؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مش دي شقه الشيخه صباح؟ ايوه. طب انا عايزه اقابلها يا اختي. اتفضلي حضرتك اتفضلي. اهلا 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 وسهلا. خطوه عزيزه. اهلا وسهلا يا اختي. اهلا اهلا خطوه عزيزه. اهلا بيك يا ست الشيخه. اهلا بيك. يا وستي يا كتافي. سلامتك يا اختي. قطيعه حلت هدم من حضره امبارح، كل ست والتانيه يجي وزنها خمس قناطير، ولاجل ما فوقها من كل دقه ورجعها مكانها تكون وسط الخلع. ربنا يقويكي ويشد حيلك ان شاء الله. كتكوت. تشربي ايه يا اختي؟ كتر خيرك يا اختي ولا حاجه. اعمل لك قهوه بوش ولا تشربي معايا قهوه بيضه بالمذاق؟ صدقيني ملوش لزوم، ما تاخذنيش، انا اصلي مستعجله شويه. خير، طلباتك ايه؟ الراجل ناوي يتجوز عليا. قطعوا قطعوا الرجاله واحد واحد. هما ايه؟ ما بيشبعوش؟ هما مالهم عاملين زي المسعورين كده؟ ومهما الواحد يعمل لهم يا اختي برضه ما فيش فايده. وجوزك ده ما عندوش نظر؟ ده اللي في فرشته جمالك ما يستجراش يبص لحد غيرك. على راي المثل، حد يكون عنده القمر ويبص للنجوم؟ يا مين يسمع ويا مين يقرا. ما علينا ما علينا يا اختي، اقعدي اقعدي استريحي. كتكوت. اسمك ايه؟ اسمي نعمه. نعمه طل. واسم الوالده؟ اسمها زينب يا اختي. نعمه طل بنت زينب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اسم يطرح البركة. والموكوس على عينه اللي عينيه فارغة ده اسمه ايه؟ تقصدي مين؟ اللي عليه الكلام والنية. قصدي جوزي. هو لازم يا ست الشيخة تعرفي اسمه يعني؟ امال هشتغل على اسم مين؟ ما انا لازم اعرف اسمه واسم اللي خلفته. اسمه متولي.